كيفية تفعيل خاصية سجل عرض الملف الشخصي على حسابك في تطبيق التيك توك يا أصدقائي؟ كما ترون هذا هو تطبيق التيك توك يا أحبائي، وهذه هي الصفحة الرئيسية. تقوم بالذهاب إلى الأسفل مثل هذه الفيديوهات، تقوم بالذهاب إلى هذه الخانة، خانة الملف الشخصي، تضغط عليها بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك تضغط على هذه العين هنا، تضغط عليها بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على تشغيل بهذه الطريقة. وهكذا قد ظهر لمن يشاهد ملفه الشخصي وتم تفعيل هذه الخاصية. بكل نجاح بعد نصل لنهاية هذا الفيديو، فلا تنسوا دعمنا بزر لايك واشتراك. السلام عليكم ورحمة الله.